السلام عليكم. الفيديو دوت لكل الناس اللي كانت بتسأل ازاي تشغل قناة الجزيرة الأرضية، تشغلها من غير نت ومن غير أي حاجة خالص، بس لازم يكون عندك تحت، تقف على القناة من فوق كده على الجزيرة الأرضية، ويكون عندك من تحت كلمة بيس دي وجنبها صفر. هتيجي على القناة تقف، أنا طبعا أنا فتحتها عندي، تيجي على القناة كده وتقف عليها كده ماشي، وتتك صفر. لازم يكون عندك كلمة بيز دي، تك صفر، هيطلع لك قايمة هتكتب فيها 11 أربعة أصفار 11 تمن أصفار، وتتكة باللون الأزرق على الريموت، عندك زر أزرق كده تك عليه، هتلاقي القناة فتحت بكل سهولة. واللي فتحت معاك القناة يكتب لي تحت في التعليقات. شكرا.